سخرها عليهم سبع ليال وثمانية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى
فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة
وانشقت السماء
خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا إنه لقول رسول كريم قليلا ما تؤمنون ولا قليلا ما تذكرون تنزيل من
ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره يوم تكون الساعة
الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفعل تجي من عذاب يومئذ بغنيه وصاحبتي وأخي وفصيلتي التي تؤويه وفصيلته التي تؤويه صدق الله العظيم.